في إطار خطة قطاع السياحة للترويج للمناطق السياحية في ليبيا، أقيمت في بلدية أوجلا ندوة عن توثيق المناطق ذات الجذب السياحي، وذلك بالتنسيق بين قطاع السياحة بالبلدية ومركز المعلومات والتوثيق السياحي بهيئة السياحة بحكومة الوفاق. أثرت هيئة العمل السياحة متمثلة بمركز معلومات التوثيق السياحي بأنها تقوم بعملية مسح جغرافي للمناطق السياحية ومناطق الجذب السياحي ومراكز الخدمية المرافقة لهذه المناطق بمدينة أوجلا وبمدينة جالو ويعني منطقة الواحات بصفة عامة للمشاركة هذه المعلومات. المشروع الذي يجوب مناطق ليبيا السياحية يهدف إلى عمل مسح جغرافي لمناطق الجذب السياحي والمراكز الخدمية المرافقة لهذه المناطق لمشاركة هذه المعلومات في سلسلة أطلس ليبيا السياحية. المركز بدأ عمل به منذ عام، الأهداف نتاعها هي حصر وتوثيق وأرشفة المعلومات السياحية والمواقع السياحية. نحن في مرحلة جمع وتوثيق وحصر المعلومات عبر مشروع سلسلة أطلس السياحي. طبعا هذا المشروع دوره هو إدخال تقنية نظم المعلومات الجغرافية للدولة الليبية وحصر جميع المواقع والمناطق السياحية، ومن بعدها وضعها على خريطة إلكترونية وعبر الموقع الإلكتروني وأيضا على الهاتف المحمول. الخريطة الإلكترونية ستضم حصراً لجميع المواقع السياحية وستكون متاحة على الموقع الإلكتروني والهاتف المحمول عن طريق إدخال تقنية نظم المعلومات الجغرافية للدولة الليبية لتشكل دليلاً سياحياً إلكترونياً يساعد السياح ويساهم في عملية الرواج السياحي للآثار الليبية العريقة التي يعرفها الكثيرون.